اتقابلنا الساعة 10 كلنا وركبنا كلنا، وبعدين نزلنا الساعة 10:10 مثلا كده، هنقطع التيكت عشان نتحرك للمنصورة. هو قطع التيكت من المشحمة وطلع ركب، احنا كلنا كنا راكبين اصلا ومش واخدين بالنا مين اللي داخل او مين اللي هيقعد ورانا ولا اي حاجة، كنا قاعدين زي اي امتحان عادي. احنا خلصنا بقى وصلنا المنصورة، مشفناش بس غير احنا شعبتنا. تدهور الحالة الصحية لقاتل نير أشرف، إليكم التفاصيل. في أول بيان له محامي قاتل نير أشرف بمصر يكشف عن ثغرة في القضية. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. احنا كده مستنيين التنفيذ عشان احنا كمان هننتحر بأمانة. انا عن نفسي ما اقدرش لحظة ان انا اعيش واشوف اخويا كده يعني، او حتى اسمع ان هم هيجوا. تدهور الحالة الصحية لقاتل نير أشرف، اليكم التفاصيل. تناقلت بعض وسائل الاعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي اخبارا عن تدهور الحالة الصحية لمحمد عادل المحكوم عليه بالاعدام لقتل طالبة المنصورة نير أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وقيل ان محمد يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وتعرض قبل يومين الى وعكة صحية شديدة، مضيفا الى ان افراد اسرته فور علمهم بمرضه ذهبوا الى زيارته، الا انهم منعوا بسبب قرب موعد نظر النقد الذي قدمه المحامي الخاص به. وكان قد تم تسريب فيديو منذ فترة للمغدورة خلال وضعها في المشرحة، أظهر الفيديو الطعنة التي تعرضت لها، وأعلنت أسرة نيرة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وقالت إن انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية، وأوضحت وثيقة نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن مفاجأة في قضية محمد عادل، المتهم بقتل صديقة نيرة أشرف طالبة المنصورة. وأصدرت مصلحة شهر العقاري والتوثيق أول توكيل رسمي للوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما من تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته. في أول بيان له محامي قاتل نير أشرف بمصر يكشف عن ثغرة في القضية. أصدر المحامي المصري أشرف نبيل محامي محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف فتاة جامعة المنصورة في مصر بيانا قبل إيداع مذكرة النقد على الحكم الصادر بإعدامه. وقال نبيل في بيانه: ننبه ونشدد في التنبيه على مستخدمي الفيسبوك للتعبير عن تضامنهم مع القضية أو تعاطفهم مع المتهمة، وعدم إرسال أي رسالة أو تعليقات بأي من الصور التي تتناول بالإساءة للمجنى عليها رحمه الله، أو من أسرتها أو من عائلتها أو محاميها أو متعاطفين معها، ولا سيتعرض للحذف والحظر من جانبنا. وتابع: وننبه ونشدد أيضا على عدم إرسال أي رسالة تشمل الاقتراحات أو وجهات النظر التي يدعي البعض أنها أدلة قد تفيد القضية مدعومة بفيديوهات وخلافه بمكتبنا، وليس بحاجة إلى آرائكم واقتراحاتكم، وإن كانت مجهود يشكر لكم إلى أنه يسبب لنا الإزعاج دون داعي. حورية فرغلي عن قاتل نير أشرف: مريض صعبا علي وفي حد عايز الناس تكرهني. كشفت الفنانة حورية فرغلي حقيقة التعاطف مع محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نير أشرف في القضية الشهيرة، وأضافت: هو صعبا علي لأن الولد ده مريض ومش طبيعي، وكان بيحبها حب عبادة، يا إما تكوني معايا وتموتي، أنا ما قلتش كلمة تعاطف. وتابعت: ليتكلم بشخصية العادية وحد يؤول كلامي، في حد عايز الناس تكرهني ومتضايق إن الناس كتير واقفة جنبي وبتدعي لي. وقالت حورية فرغالي في مقابلة مع تلفزيون عمان: أنا اتسألت إيه رأيك في الموضوع نيرة، وقلت كانت ما شاء الله زي القمر وليها مستقبل في الموديل، بس برضو زعلانة قوي على محمد عادل. يذكر أن حورية فرغالي تعيش حالة من النشاط الفني وتستعد للعودة لجمهورها بأربعة أعمال جديدة بين السينما والتلفزيون. وكشفت حورية فرغالي أن أحد عملها في الفترة المقبلة مسلسل لرمضان 2023 يجمعها بالفنان نبيل عبيد وتظهر فيه بشخصية صاعدية. هددون بتلفيق قضايا محامي قاتل نير أشرف يكشف حقيقة القبض عليه. كشف المحامي أحمد حمد المحامي الموكل بالدفاع عن المتهم محمد عادل قاتل الطالب نير أشرف حقيقة ما أثير حول القبض عليه خلال يومين الماضيين نافيا الأمر تماما. وأشار أحمد في تصريحات خاصة لأهل مصر
إلى أن أحد المتعاطفين مع نير أشرف اعتاد منذ فترة على تشهير به وتهديد من هاتفه الشخصي بقتل وسب أسرته. وأضاف المحامي أنه حرر محضر حمل رقم 5661 لسنة 2022 إداري ثاني طنطا، اتهم فيه مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضربة بعدما استوقفوا أثناء سيره بسيارته محاولين شل حركته والاستيلاء على مفتاح سيارته في منتصف الشارع. وتابع أحمد حمد موضح أن الشهود أكدوا أمام النيابة العامة أنه تم الاعتداء عليه من قبل هؤلاء المتهمين وقدم للنيابة العامة بعض الفيديوهات التي تفيد بأنه لم يعتد على هؤلاء الأشخاص، على خلاف ما ذكره الطرف الآخر بعد إحضارهم شهود لهم سوابق إجرامية في محضر آخر وادعوا بالكذب بأنه وما بدأ الاعتداء عليهم بسيارته. ويقول المحامي أحمد حمد مشيرا إلى أحد الأشخاص تربط علاقة وطيدة بأحد العاملين في جهة قضائية أرسل له رسائل من هاتفه الشخصية يهدده بتلفيق قضايا. كواليس وأسرار تراجع أديب عن تقديم مذكرات النقد دفاعا عن قاتل نير أشرف. شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار حالة الصدمة والترقب بين صفوف جيران وأقارب أسرة محمد عادل قاتل نير أشرف عبد القادر ضحية حادث المنصورة انتظارا لإجراءات التقدم بمذكرة النقد بمحكمة القاهرة والتي تعد الأمر الباقي لتخفيف عقوبة الإعدام شنقنا التي قادت به قضاة محكمة جنايات المنصورة عقب تأييد فضيلة المفتي بإعدام الشاب القاتل. وكان الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتليجرام حول الأسرار الخفية لتراجع محمل مخدرا فريد الديب عن التقدم بمذكرة النقد نظرا للقرب من قضاء المدة القانونية على الرغم من تقدم عدد من المحامين من تلقاء أنفسهم بالتقدم بمذكرة النقد متوالية خلال الأسبوع الأخير وهو ما ترك صدمة في أذهان متابعي القضية ورأي العام. من جانبه كشف أحمد حمد محامي الدفاع عن قاتل نيرة أنه لا صحة للتراجع عن التقدم بمذكرة النقد مشيرا بقوله محامي دخل محبسي بسجن جمصة يمر بأزمة حادة وظروف خاصة والعديد من المحامين سعوا الحصول على توكيلات منه للدفاع عنه وبإذن الله قادر بالتنسيق مع المحامي المخضرم فريد الديب الاستناد على نقاط قانونية تكفل نقد حكم الإعدام على المتهم الشاب محمد عادل. أدلة قد تغير رأي المحكمة محامي قاتل نيرة يكشف مفاجأة جديدة حول النقد. أكد أشرف نبيل محامي محمد عادل الصدر ضده حكما بالإعدام لإدانته بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف أنه سيتولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة النقد. وقال المحامي قاتل نيرة في تصريحات خاصة لصدى البلد إن أسرة المتهم حررت لي توكيلا بتولي الدفاع عن ابنه محمد عادل ووقع المتهم على التوكيل في السجن. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة برأيكم في التعليقات، ما هو سبب عدم إعدام محمد عادل حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا برأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.